بكي أحلى أبيك بابا. كل عام وأنتم بخير. سنتحدث اليوم عن فوائد الصيام وأثره الإيجابي على الشخص الصائم. فالصيام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، ولكنه الامتناع عن كل الأعمال التي قد تفسد عبادتك، مثل الغضب والعنف أو التلفظ بالألفاظ البذيئة وغض البصر. أما على المستوى الصحي، فإن الصيام له فوائد صحية معترف بها. خلال فترة الصيام يعطي للجسم فرصة للراحة والتطهير. يتم تنقية الجسم من السموم وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. يساهم الصيام أيضاً في تحسين مستويات السكر في الدم وتنظيم ضغط الدم. والصيام أيضاً فرصة للتحكم في الوزن الزائد وتقليل الدهون الزائدة في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الصيام بشكل إيجابي على صحة الدماغ ويقوي وظائفه العقلية. يعتبر الصيام من الفرائض الدينية المهمة في الإسلام، ويعد الركن الرابع من أركان الإسلام التي سنتحدث عنها في حلقة أركان الإسلام. وإلى اللقاء في حلقة جديدة. رمضان أحلى. بكي أحلى أبيك بابا.